يفعل في هذا الزمن في وسائل التواصل من إظهار الناس ما هم عليه من النعم، كل ذلك من أجل أن يقال نحن أحسن من آل فلان، أو أنا أحسن من فلان، أو أنه يراد من ذلك أن يكسر قلوب الفقراء، فإن مثل هذا ليس من الشكر. بل ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحال، وقد حمل العلماء هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس وضيع الثياب تواضعا لله كساه الله من الحلل. لما؟ قالوا: فيما لو أنه سيمر بفقراء ولا يريد أن يمتاز عنهم ويريد أن لا يكسر قلوبهم، هنا لو لبس هذه الثياب المتواضعة مع أنه قادر على ما هو أعظم منها، هنا يحصل له هذا الثواب. فما ظنكم بما يفعل في هذا الزمن؟ ولذلك ما سعدوا بهذه النعم ولا أسعدوا غيرهم، لأنهم ما أرادوا بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، وإلا فما الفائدة أن تخرج هذه النعم؟ بل إن بعضهم الآن يخرج ما في بيته، ما في غرفته من أشيائه الخاصة، والله المستعان.